سنة تمر على اختتام تظاهرة قسنطين عاصمة الثقافة العربية، لتبدأ عيوب الأشغال العمومية تظهر على أرصفة وطرقات الشوارع الرئيسية لعاصمة الجسور المعلقة. شيء كبير هذا على بالك، ست شهر طار مش عام، صدقني بربي ست شهر طار. اسمع كل دقيقة يزلق واحد يطيح لهنا، شغل ولا درجات، خدمة مخدورة وهذه يعني خدمة يخدموها الناس. نعت لي أي واحد أخوي هذاك الله شك فتر وحده شق. رود فرانس من بين الشوارع الذي كان له نصيب في الاهتمام به وإعادة ترميمه خلال السنة الماضية ليصبح اليوم على هذا الحال. احنا خويا فرحنا نهار شفنا المشروع هذا بداو يخدموا في رود فرانس، احنا قلنا بالك دوك ينحيوا لينا ازمه اللي يخدموا الطريق يعدلوها يخدموها هكذا. الساعه دوك تشوف 6 شهور 7 شهور ولا المشروع تاع هذا البلاصه راك تشوف فيه ما كان والو، شغل ما داروا والو. يعني الدوله هي لو بروبريتار، هي دو جيستيونير، هي دو سيريبيتر دو ريشاس، فان مثل هذه المظاهر السلبيه سوف تستمر الى الابد. ملايير صرفت من اجل ان يكون وجه بوابه الشرق في صوره جميله تليق بمقام التظاهره، لكن للأسف الصورة بدأت تتشوه سرعان ما انتهت المراسيم.